هذا هي ولس مريض دو 29 عام ولا ما وكلتيش ما ياكلش ما عطي عقلتها على حاجه ما خرجش ما يوليش للدار هذا الطفل الكبير اللي عنده 29 عام ما لما لبستيش ما يلبس وبقى عريان اللي ما اللهم لك الحمد اللي خرج ماكلة تنوكله كل شيء راه ربي اللي عالم اللهم لك الحمد الطفل عنده العقل والو ما اللهم لك الحمد عينا ما نسبقو عينا ما نديرو تنتعافر مع وليداتي اللهم لك الحمد هم راد ريوقو هوادن ما عدو حالة يحط سروال وخا يخرج عريان يحط سروال ويخرج عريان ما عدو شي مشكل وطفل تاني الاخر حسن مراد يونس حسن تاني عدو 23 عام تاني عاف الارض لما وكلتيش ما ياكلش عاف الارض ريوقو ما يعقل ما يهدر نفس المشكل ما يقول مي ما يقول با ما يقول حتى حاجه ما يهدرش هذا المسكين تيشوف اي تاني من سبق اللهم لك الحمد با ميت دابا طالب 11 عام باش ميت واخوهم كاين بهم وصافي اللهم لك الحمد ما عندناش ما خصناش الطفيلة تاني عندها 21 عام تاني الطفيلة مسكينة تاني عليكوش لما درتي لاش ليكوش ما كاين حتى حاجة ما تعقلت على حاجة ما تهدرش قليل تفرز بوا مي هذاك ما كاين ما تعرفش السمية ما لا ما تهدرش ابدا ايوا الطفيلة زادت تاني عييت ما نسبق تاني ما العقل ما كاينش انت تعقلت على حاجة بنيتي يونس تاني من نهار اللي زاد ما تنسبق عليه الطفل العقل والو المخ تيقولك عدو جامد حق المخ عدو جامد الطفل هو تيكبر وعدو العقل جامد المخ جامد المخ جامد ما تيعقل ما يوعي على حاجه وليدي لا خرج ما يوليش للدار لا ما ردوش الجيران ولا الناس مساكن الله يكثر خير الله يكثر خير ما يوليش للدار هو كواك من الاول مني في الزياده ديالو في زيادة صغير كانت في السخانة نهار اللي زاد تما مسكين والو العقل والو تا حاجة ما يدير لا ما وكلتيش ما ياكلش نيشان طفايل دابا هذا اللي مريض هذا حسن لا صاب الماء في الأرض يزيد يشربوا أي حاجة اللي ما حضيتيش يشرب صاب سطال يشرب صاب خبز طايح ياكلها اللي صاب ما يعرف تا حاجة وليد والله مالك الحمد والبنت اللي نفس المشكلة عليكوش عليكوش مسكينة يا بعد لما لبستيهاش ما تلبس وخا تقعد عريانة ماشي مشكل اي والله مالك الحمد خارج المغرب داخل المغرب يعاونونا عليهم الله يرحم والديهم الله ينصر سيدنا ايوا هذا جهدنا حنا تنتعافروا مع وليداتنا والله مالك الحمد الكمال على سيدي ربي لما جا خويا قال لي ندفعهم ل هذه الجمعية المحسية هذه المارشي يقولوا ايه بغاو يدفعوهم لي ما سخيتش بوليداتي ما قدرش ما سخيتش بهم اللهم لك الحمد انا حمد الله عليهم قال لي ندفعهم لهذا الخيريه يعيشوا في الخيريه ما سخيتش بولادي ما سخيتش بهم اللهم لك الحمد انا حمد الله عليهم اخوهم قابلهم يخدم عليهم مره يخدم مره عندنا مره ما عندناش اللهم لك الحمد اللي بغاني شي حاجه تيجيبها لهم من دارهم عندي ثلاثه مراد وذكوره ثلاثه مراد و نعم ستة صحاح ثلاثة مراد وستة صحاح ايه ثلاثة دراري ذكورة وجوج طفلات لا هذاك يونس زايد على الكبير هو طفلة ثانية عندي بوليداتها مجوجة هي البكرة عندي هو طفيلة بقى صغير ويونس وحسن هاي لا يخرجوا كي حاشاك يطيروا الماء لما درتيهم شيء يخرجوا على سروال يخرج على سروال ايه بالحق نعم خرج الطفل طير الماء تاني على سروال لما لما كنتيش حاضيه ولما حيتي لها ليكوش وطلتي عليها تصبها طيرت الماء على راسها ما تعرفوا وليداتي حتى حاجه اللهم لك الحمد العومه تنعوم انا كل شيء تنديروا انا ما يعوموش الراس ابدا اللهم لك الحمد نيشان ومرت ولدي تاني معايا تتعاونني عليهم تاني الله عمرها سلام تتعاونني عليهم وغبت ولا خرجت تتعومهم تاني كل شيء انا لما يديروا هما مساكن حتى حاجه هاتي الماكله اللي تنوكلوهم لما وكلتيهمش ما كاينش زعما يمشي الراس ياكل ما يمشيش اي والله مالك الحمد الله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم عاونونا اللي خارج المغرب داخل المغرب الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.